جولة الثامنة مساء من قناة التاسعة، أصحابكم فيها أنا مكي هلال، والبداية بالعناوين. وزارة الصحة ترسل تجهيزات طبية إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، وقافلة تابعة للمجتمع المدني تصل إلى هناك محملة بمساعدات لفائدة مصابي حادث خمودة. بورصة تونس تشهد حركية وارتفاعا في مؤشراتها بنسبة 1.30% بعد نهاية الأسبوع الأول من تسلم حكومة يوسف الشاهد لمهامها. تونس تستعد لتراس اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية يؤدي زيارة رسمية لتونس في الغرب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم جميعا. انطلقت اليوم قوافل صحية من وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتقديم المساعدة الطبية لمصابي الحادث الأليم الذي جد في منطقة خمودة من ولاية القصرين. 80% من نقائص مستشفى القصرين تمثلت أساسا في غياب التنسيق الذي خلف العديد من الإشكاليات حسب وزيرة الصحة سميرة مرعي. ولحل هذه الإشكاليات قامت وزارة الصحة بإرسال سيارتي إسعاف وشاحنة محملة بالتجهيزات الطبية في اتجاه المستشفى الجهوي بالقصرين الذي تقرر على المستوى الحكومي دعمه بكل الوسائل لتحسين أدائه. سيارات إسعاف مجهزة، يعني صنف اللي هما فيهم كل المستلزمات، وخذوا معناها لي ريسبيراتور دو ترانسبور معناها للتنفس الاصطناعي. عزمت وزارة الصحة مواصلة تعزيز البنية التحتية الصحية لولاية القصرين بالموارد البشرية والمادية لتحقيق التوازن الجهوي الذي يبقى من أولويات المرحلة القادمة حسب تعبير وزيرة الصحة. الاعتمادات باش يكون مخزون معناها للاستراتيجي للأدوية. وببادرة أيضا من الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، توجهت قافلة صحية إلى القصرين تحتوي على مستلزمات طبية، وقد تحول مع القافلة وفد من أطباء الاختصاص. اختصاصات الجراحة العظام والحروق والإنعاش، وكذلك مختصين في الطب النفساني. مع ذلك المعدات الطبية هامة باش نهزوها معنا من أدوية ومستهلكات، وكذلك مكيفات الهواء. بوادر أولية إيجابية للتغطية المؤقتة للوضع الكارثي بالمستشفى الجهوي بالقصرين في انتظار تفعيل الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الصحة. دائما مع شان الصحي في الجهات، حيث شهدت ولاية مدنين إنجاز عدة مشاريع في قطاع الصحة بكلفة فاقت 30 مليون دينار. هذه هي المشاريع، وإن ساهمت في تحسين الخدمة الصحية للمواطنين هناك فإنها تبقى غير كافية، خاصة في ظل النقص الكبير في طب الاختصاص في أغلب مستشفيات الجهة. 30 مليون دينار هي كلفة المشاريع الصحية التي تم إنجازها في ولاية مدنين خلال سنتي 2015 و2016. مشاريع وإن حققت إضافة على مستوى الخدمات الصحية بالجهة، إلا أنها تبقى غير كافية، خاصة في ظل النقص المسجل في طب الاختصاص بأغلب مستشفيات الجهة. هذا ما صرح به المدير الجهوي للصحة بمدنين خلال لقاء إعلامي. مدنين دخلت في برنامج دعم طب الاختصاص مؤخرا، بن قردين بدأت من شهر ماي، وبقية مستشفيات مدنين وجرزيس وجربة دخلوا خلال شهر سبتمبر سيبلي في الاختصاصات الناقصة كما الإنعاش في جرزيس ومدنين والتوليد في جربة، وهذا يمكننا من تلافي جزئيا النقص الحاصل.
قسم الإيواء النهاري بالمستشفى المحلي بمعتمدية سيدي مخلوف واحد من بين المشاريع التي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال في الفترة القادمة، ونهزت كلفة إنجازه 450,000 دينار، كما سيمكن من تقريب الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفى الجهوي لحبيب ثامر بمدنين. 4 قاعات لقبول المرضى، وقاعتي علاج، وقاعة فحص طبي، قاعة استمرار، وقاعة صيدلية. غير بعيدا عن معتمدية سيدي مخلوف، تم إحداث مشروع مركز الوسيط للصحة الأساسية بمدينة الجنوبية التي نهزت كلفة إنجازه 850,000 دينار، وسيقدم خدمات صحية في عدة اختصاصات لفائدة المواطنين بمعتمدية مدينة الجنوبية والمناطق المجاورة لها. بشي أمن إن شاء الله عيادات طب العام وعيادات طب الاختصاص في عيادة الأم والطفل، عيادة طب الأطفال، وعيادة في طب العيون إن شاء الله، إضافة إلى تأمين الخدمات نتاع التحاليل الطبية، الأشعة الطبية، وعيادة في طب الأسنان. المشاريع الصحية في ولاية مدنين قد تساهم في تحسين مستوى الخدمات المسدة للمواطنين بالجهة، لكن تبقى هذه المشاريع غير كافية للنهوض بالقطاع الصحي بجهة ذات خصوصية جغرافية باعتبارها أحد الأهم المناطق الحدودية. من مدنين إلى ولاية جابس، حيث نفذ عدد من سكان منطقة شاطئ السلام بمدينة جابس وقفة احتجاجية ضد ما أسموه بالسموم البيئية المنتشرة بالمنطقة بسبب المجمع الكيميائي. التلوث هو قدر مدينة جابس منذ سنين، فانتصاب المجمع الكيميائي الذي ينفذ الفضلات والأدخنة الكيميائية ليلاً نهاراً جعل شبح المرض والموت يحوم على المدينة. حالات اجتماعية ومرضية حركت سكان منطقة شاطئ السلام في وقفة احتجاجية للتنديد بالوضع البيئي الكارثي، أين تتمركز محطة التطهير وتتصاعد روائح الأبخرة الكيميائية حاملة معها أسباب أمراض مميتة. مطالبين متى بنظرة جدية لأحوالهم في منطقة شاطئ السلام جراء تلوث أصاب أهالي شاطئ السلام والوضع المزري اللي قاعد يمر به المنطقه، معناتها جميع اشكال التلوث من فوس وجبس الى مياه صرف، مياه تطهير، هذه هي في الحقيقه ولد مياه تدمير. 4460 ساكن شط السلام كل عندهم حمو، عندهم بوسوفير، كل رانا 4460 ساكن راهم باش يموتوا كل نحونا هالهم هذا اللي قاعد يجينا. شعارات متنوعة رفعها المحتجون، احتقان من التهميش والتلوث الذي يعيشونه يومياً، فالآثار لم تقتصر على الصحة فقط، بل طالت الفلاحة والصيد البحري والسياحة بصفة عامة. من دخلت شط السلام مرضت، شتركبت تتنحت، مرار تتنحت، عروق يدي مشو. مسمى شاطئ السلام صار باعثاً على التندر حين أصبح في هذا الوضع البيئي شاطئاً للموت المؤجل. غير بعيد عن جابس ودائماً بولاية الجنوب، حيث أفاد مراسلنا بتطاوين أن منطقة بديمهيرة بالجهة خلال الفترة الأخيرة شهدت اختفاء 15 شاباً، وبالقيام بالتحريات الأمنية تبين أن المجموعة غادرت نحو منطقة زوارة الليبية خلصة قصد الهجرة عبر البحر نحو وجهات أوروبية. افتتح عشية اليوم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أو الوطد كما يعرف، افتتح مؤتمره الأول بعد المؤتمر التأسيسي، وذلك تحت شعار الوفاء للشهيد شكري بليد، وذلك بحضور 430 مندوبا بنسبة وجود الشباب والمرأة ناهزت 50%. ويقيم المؤتمر القيادة السياسية وأداء الحزب خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرين سياسيا وتنظيميا وهيكليا، إضافة إلى مناقشة مشاريع مضمونية تتعلق أساسا بالعمل السياسي الجبهوي.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من قصر المؤتمرات مكان انعقادي مؤتمر الحزب موفد الأخبار نزار الزغدودي. نزار، لو أردنا أن نلخص اليوم الأول من مؤتمر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ماذا يمكن أن نقول؟ نعم مكي، بالفعل كما هو معلوم هذا المساء تم افتتاح المؤتمر العام الأول لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. اليوم الأول كان اختصر على بعض الكلمات كلمات قادة الحزب اللي أكدوا على ضرورة مواصلة النضال ومواصلة ضرورة تجذير الحزب والتوسع يعني في قاعدته الشعبية ومواصلة النضال بما يخدم المطالب الجماهيرية الشعبية وأنصار الحزب. المؤتمر أيضا وكما هو معلوم هو يرفع شعار الوفاء للشهيد شكري بالعيد. طبعا شكري بالعيد هو اللي كان أفرز المؤتمر التأسيسي قبل 4 سنوات من الآن أبينا عاما على حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قبل أن يتم اغتياله. إذن الأشغال الفعلية لهذا المؤتمر تنطلق مكي بعد ساعة تقريبا من الآن بأحد نزول الضاحية الجنوبية. حسب البرنامج المسبق للحزب لأن المؤتمرون سيتحولون بعد لحظات كما قلت إلى الضاحية إلى أحد نزول الضاحية الجنوبية لمواصلة أشغالهم. الأشغال تتمثل بالأساس في تقييم مسار الحزب طيلة هذه الفترة 4 سنوات مرت والمصادقة أيضا على بعض اللوائح، يعني نذكر اللائحة السياسية التي سينظر من خلالها الحزب في المسار السياسي يعني في الفترة السابقة، وكذلك سينظر إلى توجهات الحزب سياسيا في الفترة المقبلة. هناك أيضا لائحة العمل الجبهوي ومن خلالها سينظر الحزب في العمل صلب الجبهة الشعبية، لأننا نعلم أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد هو أحد مكونات الجبهة الشعبية. كذلك أيضا هناك اللائحة البرلمانية ومن خلالها سينظر الحزب أيضا في العمل البرلماني ومواصلة النضال صلب البرلمان. الأشغال أيضا تمتد خلافا لذلك وستفرز قيادة حزبية جديدة أو ستفرز الهيكلين القياديين للحزب حسب النظام الداخلي للحزب، وهما المكتب السياسي واللجنة المركزية. المكتب السياسي يشمل 25 عضو واللجنة المركزية اللي سيقع انتخاب جزء منها في هذا المؤتمر العام أي 39 عضو، على أن يتم انتخاب بقية الأعضاء وهم 24 عضو بعد ما يعني يتم استكمال المؤتمرات الجهوية في الجهات، وبذلك تفرز عن كل جهة منسق جهويا، وبذلك تكتمل التركيبة 88 عضو وهي اللجنة أو القيادة التي ستقود الحزب في الفترة القادمة حتى انعقاد المؤتمر الثاني. فقط بالنسبة لمنصب الأمين العام فإنه يعني لا يمثل مشكل بالنسبة للحزب لأنه سيتم انتخابه بعد ما يقع تركيز المكتب السياسي، يعني المكتب السياسي هو الذي سينتخب أمين الحزب. نشكرك. نعم، موفد الأخبار إلى قصر المؤتمرات حيث ينعقد هناك المؤتمر الثاني لحزب الديمقراطيين الوطنيين الديمقراطيين الموحد نزار الزغدودي، نشكرك. جولتنا الإخبارية مستمرة معكم مشاهدينا وتتابعون فيها أيضا. بالموسيقى والفن، العلاقات الدبلوماسية التونسية اليابانية تحتفل بالذكرى 60 لانطلاقها. إلى الخبر الاقتصادي الآن، حيث شهدت بورصة تونس حركية خاصة في الفترة الأخيرة وذلك على خلفية تنصيب حكومة وحدة وطنية ومنح الثقة، حيث شهد المؤشر الرئيسي للسوق تيونانداكس تطورا ملحوظا رغم التراجع الطفيف الذي شهده عند إقفال البورصة اليوم.
بعد أن شهد تونس بعضاً من الاستقرار السياسي الذي خلص إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، البورصة التونسية تسجل انتعاشة لمؤشراتها ب 1.30%، وذلك بدعم 10 قطاعات رئيسية تتصدرها الخدمات الاستهلاكية. عودة ثقة المستثمر، وإن شاء الله يتبشر بالخير تنصيب لحكومة جديدة، هذه اللي هي حكومة توافقية، باش نقص شوية تجاذبات بين عدة أطراف سياسية. استحوذ بنك تونس العربية الدولي على نصيب الأسد من قيمة المبادلات، حيث حققت أسهمه زيادة في حدود 0.41%. اعتلت أسهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية لائحة الارتفاعات ب 5.56%، كما تمكنت شركة النقل للسيارات من تسجيل تطورا إيجابيا بنسبة 2.94%. مؤشر البورصة عنده انعكاس على نسبة الرسملة البورصة مقارنة بالناتج المحلي الخام. تزامنت الفترة أيضاً مع إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها بالنسبة للسداس الأول من السنة الحالية، والذي شهد تطوراً ملحوظاً مقارنة بسنة 2015. الأسواق اللي هي المتطورة، الإمرجينج ماركت، ولا اللي هي ينظروا لها المستثمرين الكبار الأجانب كأسواق يلزم يستثمروا فيها. على الساحة المالية الدولية قد تتحسن صورة بورصة تونس، وهو ما يساعد على السعي للدخول في مختلف الأسواق العالمية، وذلك بتكاتف وسطاء البورصة والشركات المدرجة وخاصة مجهودات الدولة. تسلمت تونس الدفعة الأخيرة من صفقة اقتناء 300 حافلة من شركة فرنسية، وقد بدأت وزارة النقل في توزيع هذه الحافلات البالغ عددها 93 حافلة على شركات النقل الجهوية لتعزيز أصول النقل المدرسي. 93 حافلة فرنسية الصنع تتحرك باتجاه شركات النقل الجهوية لتخصص لنقل التلاميذ في إطار دعم الأسطول مع العودة المدرسية. قبل جوانا 210 حافلات، وتوا ثم 90 أخرين كمالت 300. الميتين وعشرة خذتهم شركة نقل تونس، والتسعين هذوما مش يقع والوقاع توزيعهم على سائر الشركات الجهوية. تقريبا يتراوح العدد في كل شركة بين 8 حافلات و 12 حافلة. وزير النقل الذي تسلم آخر دفعة من صفقة 300 حافلة مع إحدى الشركات الفرنسية وعد بتجاوز إشكالات النقل المسجلة العام الماضي من خلال الترفيع في عدد الحافلات المخصصة لنقل التلاميذ خاصة في الجهات الداخلية. السنة الفارطة تلقنا في العودة المدرسية لشركة نقل تونس ترانسيو تقريبا 500 حافلة. السنة في العودة المدرسية ستؤمن بأكثر من 700 حافلة. معناتها هذايا باش اكيد باش يحسن في الخدمات وباش ينقص العديد من المشاكل، وان شاء الله معناتها منا للشهر شهر ونص اخر باش نكونوا نخدموا ب 800 حافله اللي باش تخلينا نخدموا باريحيه اكثر، نجموا نوصلوا حتى نرجعوا بعض الخطوط اللي تعطلت في فتره معينه. وبالتنسيق مع وزارة التربية والمنظمات المدنية تسعى وزارة النقل إلى تطوير بادرة نقل التلاميذ في المناطق النائية، حيث تتعطل حركة المرور شتاء من خلال عقد اتفاقات مع سيارات النقل الريفية هناك. انتظمت اليوم حملة تضامنية بمدينة جمال من ولاية المنستير للتبرع بالكتب المدرسية المستعملة لفائدة أطفال العائلات ذات الدخل المحدود، وذلك في إطار تشجيعهم على مواصلة دراستهم وعدم الانقطاع، بادرة لاقت استحسان المواطنين من أولياء وتلاميذ. تشجيعاً لأطفال العائلات ذات الدخل المحدود على مواصلة دراستهم وعدم الانقطاع عنها، نظمت جمعية عمار الأرض بالاشتراك مع الجمعية المحلية للمبادرة والتضامن بجمال من ولاية المنستير حملة لجمع الكتب والأدوات المدرسية المستعملة والجديدة وتوزيعها على التلاميذ المحتاجين. الهدف منها هي جمع أكثر ما يمكن من الأدوات المدرسية المستعملة والجديدة، الكتب والكرارس والمحافظ، باش نقدموها للعائلات المعوزة. هذه البادرة الإنسانية التي تركزت في شكل خيمة بساحة القدس المحاذية لقصر البلدية لاقت استحسان المواطنين ودعمت تقديرهم للعمل الجمعياتي.
الحقيقه ريت لانونس سير فيسبوك على الباج نتاعهم، دونك عجبتني قلت بوركوا با عندي كتب في الدار، هذاك علاش جيت وباش نعطيهم توا. وعجبتني كاكت منهم هما يعطيهم الصحه معناتها، فمع بعد ما عندهاش كتب علاش لا معناتها يمشيو حرام. عجبتني الفكره وليت لميت الكتب نتاعي نتاع دوزيام اني وتروازيام اني، قلت اما خير يتلوح والا معناتها نعطيهم، وليت عطيتهم خير يستفاد منهم غيري. مبادره باهي عجبتني، وهي معناها الهدف نتاعها مش يعاونوا ناس اخرين من توانسه كيفنا معناها، اما هما ما عندهمش الامكانيات اللازمه. البادرة تواصلت على مدى أسبوع انتفع بها عدد مهم من الأطفال وسط أمل عائلاتهم بتكرار مثل هذه البادرات التضامنية. في الخبر السياسي، يؤدي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زيارة رسمية إلى تونس، التقى خلالها رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، كما اجتمع بوزير الخارجية خميس الجهناوي للتباحث حول استعدادات تونس لاحتضان اجتماع وزراء الخارجية العرب وتطرق للراهن العربي وقضايا الملحة. العنوان الأبرز لزيارة يمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ولقاءه اليوم وزير الخارجية خميس الجهناوي كان التحضير لرئاسة تونس مجلس وزراء الخارجية العرب واحتضانها أشغال اجتماعهم المقبل. كانت فرصة لتدارس الوضع العربي الراهن وما يمكن أن تقوم به تونس التي ستترأس الدورة القادمة بداية من شهر من يوم 8 سبتمبر القادم مجلس الجامعة العربية، استعادة الدور العربي في إيجاد الحلول لمختلف المسائل المطروحة على الساحة العربية. خلال الندوة الصحفية التي تلت اللقاء، أكد أمين عام جامعة الدول العربية سعي المنظمة إلى تطوير آلياتها وتفعيل دورها في المنطقة التي تشهد توترات في عدة أقطار عربية أبرزها الأزمة السورية والوضع الليبي. تطوير ميثاق الجامعة العربية لكي يتسق مع تطورات ما بعد مرور 70 عاما على الجامعة الجامعة العربية. التدخلات الأجنبية، التدخلات الإقليمية كلها ساهمت في إضعاف دور الجامعة، وأعتقد أن من الضروري أن نعي الوضع الذي نجد أنفسنا فيه حتى نستطيع أن نعالجه. تحاول تونس من خلال مؤسستي الرئاسة ووزارة الخارجية الخروج من انكماشها الدبلوماسي والعودة للتأثير في محيطها العربي والإقليمي. استعادة الدور العربي لإيجاد حلول للقضايا الإقليمية ومعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا ووجوبية التحرك العربي المنسق في الملف الليبي، إضافة للتركيز على التفاهمات العربية الثنائية، هي جملة نقاط ركز عليها أبو الغيط في زيارته لتونس، لتبقى الآليات والإجراءات رهين هامش التحرك الإقليمي المتاح في ظل التوتر المسلح الذي يشهده العالم العربي. ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو رئيس التحرير في صحيفة الشروق السيدة فاطمة بن عبدالله الكراي. أهلا بك. السؤال الأول فاطمة، عن أهمية هذا الاجتماع أولا ورمزية أو قيمة أن تحتضنه تونس بعد قمة نواكشوط لا جديدة فيها تقريبا، بعد فترة توصف بالخمول الدبلوماسي في تونس. سيد فاطمة عذرا للمقاطعة، يبدو أنه صوتك لا يصل للسادة المشاهدين، سنمرر تقريرا أو نمرر خبرا آخر ريثما يتم تأمين لاقة الصوت بشكل صحيح تقنيا. في سياق متصل، أعرب وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي خلال كلمته بمناسبة افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية الياباني، دائما في سياق دبلوماسي أقصد، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 60 للعلاقات الدبلوماسية التونسية اليابانية، أعرب عن أمله في أن يواصل الشركاء اليابانيون تقديم دعمهم للجهود المبذولة في تونس خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخها ومن مسار انتقالها الديمقراطي والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أقدمت عليها.
داخل أروقة متحف باردو، معرض للصور الفوتوغرافية بأنملة يابانية وفرقة موسيقية عزفت نغمات من تراث البلدين. احتفلت تونس واليابان بستينية العلاقات الدبلوماسية. تطوير العلاقات الثنائية وإعطاؤها دفعاً جديداً يشمل قطاعات مهمة كالتنمية المستدامة ومشاريع البنية التحتية والثقافية والتعليمية، تلك أهم محاور كلمة وزير الخارجية خميس الجنوي. علاقاتنا مع اليابان بدأت مع إنشاء وزارة الشؤون الخارجية. اليابان هي دولة مهمة، كانت من أوائل الدول اللي ساعدت تونس على المستوى المالي وعلى مستوى إنشاء العديد من المشاريع. هناك استعداد ياباني سواء من الحكومة أو من الوفد البرلماني اللي جاء استعداد لدفع هذه العلاقات. من جهته ثمن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن التعاون مع اليابان في المجال الثقافي يشمل بالخصوص الموارد البشرية عبر تبادل الخبرات وكذلك التجهيزات. في هذا التعامل والتكامل مع اليابان في مستوى الاحتفال بستين سنة من العلاقات الدبلوماسية، هذا مهم جدا من خلال يعني هذا المعرض يعني للصور الفوتوغرافية، ولكن أهم من هذا أن نعيد النظر في شراكة حقيقية بناءة بين ما يمكن أن يكون اتفاقية أهداف، اتفاقية يعني تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات التونسية وربما الانتظارات اليابانية باش نأسوا عليها مقاربة جدية. متانة الروابط بين الشعبين ترجمت تفاصيلها في العلاقة بين البلدين منذ إعلان الاستقلال، لا سيما وأن ذكرى العلاقات مع اليابان تتزامن مع الذكرى 60 لإنشاء وزارة الخارجية. غير بعيد دائما في الدبلوماسية التونسية وعلاقاتها. بالعودة إلى موضوعنا الأول، نعود للسيدة فاطمة بن عبدالله الكراي رئيس تحرير جريدة الشروق. كنت أسأل فاطمة عن قيمة هذا الاجتماع المنتظر قريبا في تونس، اجتماع وزراء الخارجية العرب، ماذا تونس قادرة أن تقدم في هذا الاجتماع عربيا قصد؟ في الحقيقة أولا لنبدأ بالوضع العربي المتشعب والمتأزم والمأزوم طوال 10 سنوات على الأقل، ولكن 5 سنوات الأخيرة حدث هناك نوع من الانقلاب ربما والانفلات أيضا. نعم. إذا كنا نتحدث عن انفلاتات في بعض الأماكن العربية، انفلاتات اجتماعية أو اقتصادية أو ما شابهها، فإن الانفلات السياسي الذي تعرفه المنطقة العربية على مستوى عدم التحكم، النظام الرسمي العربي. نعم. يعاني من هنات عديدة. الجامعة العربية، جامعة الدول العربية الآن تتخبط أعتقد. نعم. وأعتقد أن هذه عندما مرت إلى تونس في الحقبة الفارطة حتى للتسعين، اعتقدنا والمؤرخون أيضا يقولون والملاحظون يقولون أنها كانت الفترة الذهبية، لأنها كانت مرتبطة بالظرفية وكان العرب مدفوعون دفعا بعد خاصة عندما كان المقر في تونس. نعم، عندما كان المقر في تونس، لأنها بعد المقر في تونس وذاك الزلزال الذي تحول وفقه السادات إلى الكيان الصهيوني وما الغضب الشارع العربي، وتوصل النظام الرسمي العربي إلى أن يتعامل مع القضية الفلسطينية ويستوعب الشارع. نعم. اليوم نلاحظ أن النظام الرسمي العربي لم يعد كذلك، بل أنه هو مأزوم في حد ذاته. طيب المقر في مصر ولن يتغير الآن، هذا واضح وليس. نعم. هناك من أسباب تغييره تونس باحتضانها لهذا الاجتماع، أي قيمة لهذا الاجتماع أصلا؟ نعم. وأنت ذكرتي هذه الانفلاتات التي أسهل مت في حالة انكفاء ذاتي، كل دولة تنكفي على ذاتها على مشاكلها الداخلية. العمل العربي الحقيقة هذا الأمر مكي ليس من صنع الأنظمة العربية ولا الشعوب العربية، هو أمر مفروض، واقع مفروض فرض. ونعرف أن الانتفاضات ولا الثورات العربية التي بدأت في تونس وقع قصرها ووقع تحويل وجهتها وقعت سرقتها أيضا إذا صح التعبير، وباتجاهات أخرى تخدم مصالح من أسس وخطط للفوضى الخلاقة. نعم. تكون فوضى عندنا ومميتة، وتكون خلاقة عندهم لمصالحهم، لتنمية مصالحهم إلى آخره. اليوم تونس في مفترق في النظام التونسي بعد أن عاش لمدة 5 سنوات من
ليس انكفاء، انا اقول يوصل حد لا اقول جريمه اقل من معناتها اندلي يعني جرم. تنجم تقول في حق الدبلوماسيه التونسيه. هي في الحقيقه الدبلوماسيه التونسيه في اصل الدنيا ما هيش سباقه وما هيش هي دبلوماسيه معناها حد حذيرة. انا وخيان الناس الكل تسترى ما تعرف الحياد الايجابي هذا مع بورقيبه مع بن علي. ولكن اليوم فرضت على تونس واقع جغرافي سياسي المنطقة المحيطة بنا وكذلك حتى نحن من حيث الكم من العناصر الإرهابية المتواجدة في الخارج والتي تخرج ونصدر بين ظفرين لا أحبذ هذه الكلمة ولكن مع الأسف هذا هو موجود. يجب أن تتعامل الدبلوماسية التونسية بأكثر. أنا أقول أن الأمن الوطني في تونس لم يعد حدوده بن قردان أو برج الخضرة بل أصبح في دمشق في وأصبح سوريا، في سوريا في في ليبيا في اليمن إلى آخره هذا معروف. ولكن تونس أمامها اليوم في هذه القفزة ربما التي ستترأس وفقها وإذا أرادت أن تغير مسار الخمس سنوات المتعثر وأيضا الذي فيه جناية على الواقع العربي والعلاقات العربية العربية أعتقد أن أمامها ثلاث ملفات. الملف الأول هو الملف الليبي، يجب أن تنخرط تونس بأكثر جرأة في الملف الليبي لأن أمن ليبيا من أمننا وعمقنا الاستراتيجي ولا يجب أن تتحول عمقنا الاستراتيجي إلى هزوجة نتغنى بها والماء يجري من تحت سقينا. الشيء الثاني هو كانت وعدت هذه القيادة التي ربحت الانتخابات 2014 وعدت أنها ستغير من الدبلوماسية التونسية الخارجية بحيث أنها ستعيد العلاقات مع سوريا. واليوم نلاحظ أن اليوم الآن وأنا جالسة بجانبك لقاء هام يحضر الآن في واشنطن بين الرئيس الأمريكي والرئيس بوتين ونعرف أن كل الأمور تغيرت وكل الأهداف تغيرت. لماذا تونس هي الأقرب أنها تغير هذه السياسة وتفتح سفارتها؟ لأن في فتح السفارة ليس تماهيا مع ما يمكن أن ترفضه تونس ولكن أيضا تحمل المسؤولية. نعم نعود للجامعة سيدة فاطمة. سيدة بولغيت الأمين العام قال أن هناك مساعي لتعديل ميثاق الجامعة العربية بمناسبة مرور 70 سنة على التأسيس. هل الإشكال كله في الميثاق أم أن الأمر أكبر من ذلك بكثير؟ وماذا سيغير إذا غيرنا الميثاق أصلا؟ أنا أقول للسيد أبو الغيط أن العيب ليس في المرآة وإنما العيب في الذات في الذات. الذات العربية في مستوى النظام العربي النظام الرسمي العربي العيب فيه. الميثاق الجامعة العربية في مناسبة 60 سنة منذ 10 سنوات تغير وأصبح الحديث عن الإجماع لاغيا ولكن هذه المؤسسة مؤسسة الجامعة العربية كانت أعلى سلطة فيها لاتخاذ القرارات هو مجلس الجامعة الدول العربية المتكون من وزراء الخارجية. عند التغيير أو الذي حدث منذ تقريبا 10 سنوات أصبحت القمة هي المسؤول الأكبر به. القمة الآن معطلة تقريبا ولا نرى قمما ورأينا الوركشوت لم يحدث بالضبط. والقمة العربية كمؤسسة مؤسسة عليا في هذه المنظمة الإقليمية رأيناها 10 سنوات الأخيرة مع الأسف تأخذ إلا القرارات التي تذل الأمة والتي تذل العرب والتي تبيح الاحتلال. لأول مرة لأول مرة جاءت الجامعة العربية سنة 47 من أجل أن تنقذ الدول العربية وتساهم في تحرير الدول العربية من الاستعمار المباشر. لأول مرة نراها تبيح احتلال العراق واحتلال سوريا واحتلالات أخرى. أكثر من هذا أقول إلى السيد أبو الغيط والسيد وزير الخارجية التونسية والسيد رئيس الجمهورية التونسية بما أن تونس ستترأس هذه الدورة وهو توقيت مهم. أنا أقول لهم يجب أن يتخذوا مسؤولية هم والعرب مع بعضهم البعض في أن هناك حادثة خطيرة جدا تنهش الوطن العربي والسياسة العربية وهي ما يسمى بالبقاع المحميات مثل تركيا الآن تجد لها حصنا والولايات المتحدة الأمريكية تريد شيئا في ليبيا وربما غدا في تونس. حذاري فإن الجامعة العربية وتونس بالذات لا يجب أن تكون شاهدة زور بعد أن كانت شاهدة حق في وصل تحذيرك سيدة فاطمة. الحديث السجون في الحقيقة كل ما تعلق الأمر بالشأن العربي المتحرك كثيرا هذه الأيام. نشكرك سيدة فاطمة بن عبدالله الكراي رئيسة تحرير في جريدة الشروق التونسية. شكرا لك.
إلى شأن آخر الآن، حيث خرج صباح اليوم 300 شخص من أهالي مدينة دارية من معظمية الشام نحو مراكز إيواء وقتية في حرجلة، وذلك بموجب اتفاق تم الأسبوع الماضي يقضي بإخلاء دارية وانتقال سكانها نحو مدينة المعظمية ومنها إلى حرجلة، إلى جانب خروج المسلحين إلى إدلب. ولا يستبعد أن تواجه المعظمية المصير نفسه في الأيام القليلة القادمة. كتب على أهالي دارية الترحال واللجوء والبحث عن مكان يأويهم بعيداً عن ديارهم التي تركوها إكراهاً قبل نحو 8 أيام. اليوم خرج مئات من سكان دارية صفوفاً من معظمية الشام نحو حافلات وقوافل ستقلهم إلى مراكز إيواء في منطقة حرجلة يسيطر عليها النظام السوري، وذلك بعد اتفاق تم الأسبوع الماضي. 303 مواطنين سيخرجوا اليوم إلى مركز إيواء في الحرجلة، وهذا المركز مؤمن بكل الخدمات، ونحن هلأ اليوم كنا هناك وطلعنا على الواقع هناك بانتظار وصولهم. مسلح والمعارضة قبلوا بعرض نظام الأسد بإخلاء دارية، والنظام سيطر عليها بعد يوم فقط لتترك مهجورة منكوبة بعد 4 سنوات من سيطرة المعارضة عليها وتجويع النظام لسكانها. معظمية الشام التي انطلق منها اليوم أهالي دارية وسكنها 1000 منهم تواجه مصير جارتها بعد اجتماع جمع ضباطا من النظام السوري وممثلين من المجلس المحلي المعارض، إما القبول بعرض النظام أي تسليم السلاح بشكل كامل وتسوية أوضاع المسلحين وسيطرة النظام عليها، أو الرفض وتحويل المعظمية إلى منطقة عسكرية أي اقتحامها وإخلاؤها. دارية جديدة تولد في الأثناء، فكلا المدينتين عاشتا المشهد نفسه، كانت أول المنتفضين ضد الأسد، حكمها المسلحون وحاصرها النظام، وخلال 5 سنوات جوع أهلها. مشهد متحرك لا يهدأ أمام صمت المجتمع الدولي، قطعه في الأثناء انتقاد الأمم المتحدة لما أسمته استراتيجية إخلاء مدن محاصرة في سوريا كما حصل في دارية. أنا أوان الخبر الرياضي الآن وطنياً وعالمياً مع أيمن زروق، تفضل أيمن. شكراً مكي، مساء الخير لك ولجميع مشاهدينا، وأهلاً بكم إلى هذا المجاز الرياضي. قام المنتخب الوطني التونسي منذ قليل بحصة تدريبية جديدة في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، وذلك أين ستقام مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الليبيري في إطار الجولة 16 والختامية من تصفيات كأس أمم إفريقيا الجابون 2017. هذا وأدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدولين الشرني مرفوقة بكاتب الدولة للرياضة عماد الجبري زيارة إلى مقر تربص المنتخب بالمنستير للإطلاع على آخر الاستعدادات ولتحفيز اللاعبين والإطار الفني. احنا اليوم جايين نساعد باش نتمنوا حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي في كرة القدم بمناسبة يعني ان شاء الله المباراة اللي باش تصير نهار الأحد مع بمناسبة كأس افريقيا الامم مع ليبيريا. نتمنوا حظ موفق لجميع لهنا الليكيب الكلها، يعني ان شاء الله نهار الأحد. هذا الاطار جينا فيه اليوم باش ناكدوا على كوننا احنا كوزارة شؤون الشباب والرياضة رانا حارسين اولا على كوننا ساعة نعاودوا نبني وسياسة تشاركية مع جميع الجامعات، لأنه احنا اليوم كسلطة إشراف وكسلطة تنفيذية أيضا احنا اليوم نساهموا في التنمية الرياضية، واليوم احنا مطالبين زادة كسلطة إشراف وسلطة تنفيذية بالتعامل مع الجامعات في إطار هدف مشترك واللي هو رفع الراية التونسية. الأجواء ممتازة معناتها في الجروب بتاعنا، إن شاء الله قدرة ربي مازالوا نهارين على الماتش، إن شاء الله يكونوا مركزين ونعدوا جمهورنا إن شاء الله بالانتصار. الناس كل حاسب المسؤولية المقابلة هذه، إن شاء الله قدرة ربي البلوز امبورتون هو اللي باش نخاموا فيه هو الانتصار، خاطر إذا فزنا بالمقابلة هذه ما يهمناش في حتى نتيجة أخرى، ليسونسيال نحن نخاموا باش ننتصروا في المقابلة ونكونوا كالفيين الكوب دافريك إن شاء الله. أصدرت لجنة الانتخابات والفرز بالنادي الإفريقي بلاغا أكدت فيه إلغاء الجلسة العامة الانتخابية والمبرمجة يوم غد السبت، وذلك بسبب عدم ترشح أي قائمة لرئاسة النادي. هذا ودعت اللجنة الرئيس الحالي للنادي سليم الريحي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الإدارة صلب النادي.
وصل الوفد التونسي المشارك في دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، هذا وتم تنظيم حفل استقبال رسمي على شرف الوفد بالقرية الأولمبية، كما تم عزف النشيد الوطني التونسي. ويذكر أن الدورة ستقام من 7 إلى 18 من سبتمبر الجاري. في كرة اليد انتدب ترجي رياضي تونسي حارس مرمى المنتخب الجزائري عبد الملك صلاح جي ليشارك مع الفريق في منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب بالعاصمة القطرية دوحة. يذكر أن ترجي سيخوض مباراته الأولى أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الاثنين القادم بداية من الساعة 1 بعد الزوال. حقق المنتخب البرازيلي فوزا مهما على مضيفه الإكوادوري بثلاثة أهداف نظيفة في 7 جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. أهداف المنتخب البرازيلي تداول على تسجيلها كل من نيمار دا سيلفا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 72 وولتر غارغانو ضد مرماه في الدقيقة 87 وجابرييل خيسوس في الدقيقة الأخيرة من المباراة. Marcelo no ataque, tocou para o meio, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Do Brasil! Porque vem o Neymar, tocou para o meio, Gabriel Jesus arriscou, bateu para o gol, olha o gol! وفي مباراة أخرى تغلب المنتخب الأرجنتيني على الأوروغواي بهدف دون رد سجله العائد إلى تشكيلة المنتخب ليونيل ميسي في الدقيقة 43. المباراة شهدت عودة ليونيل ميسي بعد قراره الاعتزال دوليا عقب نهائي الكوبا أمريكا منذ شهرين. جدا للجميع بعودتي مرة أخرى للمنتخب الوطني، لكنني أؤكد أنني لم أخدع أحدا بقرار اعتزال اللعب دوليا. البدء من الصفر كان صعبا للغاية، لقد كنا فاقدين الأمل مما حدث بعد نهائي الكوبا أمريكا، ولكن بعد ذلك أعتقد أن الأمور باتت أفضل. تحدثت مع باوز المدير الفني كما أن الجماهير ساعدتني خلال هذه المرحلة. هذا ودارت ليلة أمس جملة من المباريات الودية في منطقة أوروبا استعدادا لتصفيات مونديال روسيا 2018. في ملعب سان نيكولا بمدينة باري الإيطالية تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف واحد. أهداف ديوك سجلها كل من أنتوني مارسيال وأوليفييه جيرو وكورزاوا، فيما جاء هدف إيطاليا الوحيد بأقدام غرازيانو بولي. وفي مباراة أخرى حقق منتخب البرتغال حامل بطولة أوروبا الأخيرة انتصارا ساحقا على ضيفه منتخب جبل طارق بخمسة أهداف دون رد سجلها لويس ناني في مناسبتين وخواو كانسيلو وبرناردو سيلفا والمدافع بيبي. برناردو ناني وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية الموجز الرياضي والمشوار متواصل معك مكي. شكرا أيمن من الرياضة. نمضي مباشرة إلى أحوال الطقس تقدمها اليوم رغدة بن كاملة. مساء الخير مشاهدينا. تميز طقس اليوم بسحب عابرة على كامل البلاد كثيفة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة قرب السواحل وتتجاوز 60 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر كان مضطربا. أما درجات الحرارة لهذا اليوم كانت 32 درجة بالعاصمة، 33 درجة بسليانة، 38 درجة بتوزر و37 درجة بقبلي. التوقعات الجوية اليوم السبت بعض السحب بأغلب الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وقوية ليلا قرب السواحل، البحر يكون قليل الاضطراب. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا يتواصل الطقس مغيما بأغلب البلدان مع أمطار خفيفة بالعاصمة المغربية وأجواء مشمسة بمصر. درجة الحرارة تكون 37 درجة بالقاهرة، 32 درجة ببنغازي، الجزائر 30 درجة و28 درجة بالرباط.
أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية حرارة مستقرة منذ بداية الأسبوع بكافة البلدان مع غيوم متزايدة بالقدس وبيروت. درجات الحرارة تكون 42 درجة بالرياض، 42 درجة بالمنامة، 35 درجة بدمشق و27 درجة ببيروت. مروراً إلى أوروبا، سحب كثيفة وعواصف رعدية تعم كافة أنحاء القارة خاصة موسكو وستوكهولم مع أمطار غزيرة ببقية البلدان. درجات الحرارة ستكون 28 درجة ببودابست، 30 درجة ببلغراد، 19 درجة بموسكو و30 درجة بأنقرة. وصولاً إلى شمال أمريكا، أمطار غزيرة بمونريال وواشنطن خلافاً عن بقية المناطق خاصة كاليفورنيا المشمسة على مدار الأسبوع. درجات الحرارة تسجل 30 درجة بواشنطن، 20 درجة بمونريال و35 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية للأيام الثلاثة القادمة بتونس: سحب عابرة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة قرب السواحل. البحر يكون قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة السبت بين 28 و 38 درجة، يوم الأحد بين 32 و 37 درجة، ويوم الاثنين بين 33 و 39 درجة. غدا السبت الثالث من سبتمبر يكون الشروق على الساعة الخامسة و 52 دقيقة والغروب في السادسة و 45 دقيقة. صورة الشروق أرسلتها لنا أنس الفوزري من قرطاج، أما صورة الغروب فتأتينا من الجزائر لسامر السالمي. شكراً على المتابعة مشاهدينا، ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة، وعودة إليك مكي. شكراً لك يا رغدة، بهذا توشك جولتنا الإخبارية على انتهائها، لكن قبل أن نودعكم نذكر بالعناوين. وزارة الصحة ترسل تجهيزات طبية للمستشفى الجهوي بالقصرين، وقافلة تابعة للمجتمع المدني تصل إلى هناك محملة بمساعدات لفائدة مصابي حادث خمودة. بورصة تونس تشهد حركية وارتفاعا في مؤشراتها بنسبة 1.30% بعد نهاية الأسبوع الأول من تسلم حكومة يوسف الشاهد لمهامها. تونس تستعد لترأس اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية يؤدي زيارة رسمية لتونس في الغرب. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى آخر هذه النشرة، شكرا للتفضل بمتابعتها، دمتم بخير وإلى اللقاء.